أعطى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكيا اليوم إشارة انطلاق فعاليات منافسات سعات البريد الذي يعد حدثا هاما يعبر عن قيم القطاع. وأشار الوزير خلال كلمة له بالمناسبة بمجهودات عمال القطاع والإنجازات المحققة التي تندرج في إطار تحسين الخدمة العمومية، ومن أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا التكنولوجيات الحديثة. التغطية في ميكروفون الزميلة نور الهدى العمري. اليوم رفقة السيد المدير العام لبريد الجزائر وبحضور السيدة الوالي المنتدب لسيدي محمد بإعطاء إشارة انطلاق هذا السباق، سباق سعات البريد الذي أصبح حدثا هاما يتعدى المنافسة ليعبر عن قيم قطاع البريد والاتصالات، على رأسها القرب من المواطن وكذلك المشاركة بصفة فعلية في المجتمع. تحتفل الجزائر اليوم بعيد العمال، ولا أخفيكم الطعم المميز الذي أستشعره هذه السنة بهذه المناسبة، وهذا نظرا للإنجازات اللي حققها كل عمال القطاع والذين يواصلون يعني أخذ المبادرة ورفع التحديات وخوض يعني سباق بعد سباق من أجل تحسين الخدمة العمومية ومن أجل تمكين كل مواطنينا أينما كانوا من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وفي أحسن الظروف. فكل عام وعمال القطاع وعمال البريد وكل عمال الجزائر بألف خير.